لمعت برامج المسابقات وبعدها برامج المقالب ايضا حققت بها نجاح، بعدها البرامج المنوعه يعني فنيا نقدر نقول ايضا نجحت بها، ليش ما لزمت خط واحد وكملت به؟ يعني دائما النجاح اللي يلزم النجاح يتمسك بنجاحه بهذا الشيء، انت لا اخترت التنوع، ليش؟ اولا انا كلش من الاشخاص، انا اسف دا اقول كلش اعوذ بالله من كلمه اني يعني اقول، بس لان دا توجه لي سؤال فدا اقول اني ما يجاوب عليه غير طريق اسف يعني. احب اسوي شيء مره واحده. اوكي. اغلب البرامج اللي اشتغلتها قلدت وراي يعني. اوكي سويتها مره واحده، مثلا اتعبت العاب، سويت برنامج حي ودرج وراي اتقلد. اوكي درجتك كنت اول واحد. اي اول واحد سويت انا حي ودرج بعد سومريه اتقلد. قبل السومريه سويت برنامج دقيت بابك. اوكي قلدوه سووه الشرقيه سووه فطوركم علينا. اوكي فطوركم علينا متقلد. انا تلفزيون الحريه قبل الشرقيه. فكنت اقدم برنامج دقيت بابك، اروح على الناس وقت الفطور اخبرهم فطور ونروح نقعد نسولف على الفطور ونسولف. صار لك رد فعل من شفته يعني مقلد البرنامج؟ يمكن اني اقول لك شيء مو كل شوي افوج، لانه احس انه انا على الاقل تركت بصمه في شيء وتقلدت يعني. بس الناس تنسى بسرعه، تنسى الاول يعني. كل شيء يهمني نفس. كل شيء يهمني انه رضاء نفسك. كل شيء يهمني انه انا شلون اشوف نفسي انه انا وين. انه واحد يقلدني او يقلد برنامجي يعني برافو عليك، يلا اوكي يعني. انه انا قدرت انه اترك تاثير بيك. اوكي قلدوا برنامج تعب تلعب، قلدوا برنامج باتلوكات، قلدوا هواي برامج يعني اشتغلت برنامج ياسر مان هواي قلدوا. كل شويه برامج اشتغلتها قلدوا.